المندوب الاسكتلندي جيمس ماكلين. واحد، هنحط له المنوم في المشروب اللي محطوط على الترابيزه اللي وراه اللي هناك. اتنين، هينام مننا وهيفوتوا المؤتمر. ثلاثة، هنروح على المندوب اللي بعده. جبت المنوم؟ المنوم جاهز. ايه ده؟ ده متاخد منه. ايوه، ما انا جربته. جربت المنوم على نفسك؟ لا، علي رفيدة مراتي. واشتغل؟ مش عارف، من ساعتها نايمة ومش عارف اسألها. ما هو كده يبقى اشتغل يا جاموسة. يا جاموسة، بقول لك ايه يا غريب، انا مش ناقص غباوة، وأي غلطة في المهمة دي على السجن على طول، فاهم؟ فاهم. يلا بينا. طب ما تروح أنت وأنا هستناك هنا. بلاش اقوم يعني باللبس ده. ليه يا غربه؟ ده انت زي القمر يا حبيبي. وبعدين هنخش على الراجل بلبسنا العادي، فين المصداقيه؟ ما انا خايف حد من العيله يلمحني، تبقى فضيحه يا مازو. بيه حد في العيله ايه؟ مين في عيلتك عمره لعب تنس يا غريب؟ مين في عيلتك اصلا يعرف يعني ايه تنس؟ ايه ده، احنا كان عندنا ترابيزات التنس المدوره. بس 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 بس، هو انت جاي تساعدني ولا جاي تنقطني؟ يلا اتحرك. ابوس ايدك يا مازو بيه. ابويا لو عرف ان البيست جيبه هيعتبر نفسه مخلف بنتين، غريب وفيفيان. شوف، ابوس ايدك يا مازو بيه، سيبنا روح. يا غريب، ما الرجاله في اسكتلندا بيلبسوا كده، ما انا لابس زيك اهو. طب اقول لك اعتبرني باص. باص ايه؟ الباص اللي جايين فيه؟ لا يعني باص اللي هو معوش ليك، فالنيكست اللي بعده يلعب. باص. خلاص بقى غريب، ما تبقاش عيل يلا نخلص. انا اسف جدا يا ناس، انا مش قادر. مازو جيبور فضيحة. ايه يا سعدون، انا مش قلتلك ما تعكسش بنات الناس؟ ايه يا مازو اللي انت لابسه ده؟ مش كنت تقولي يا مازو انك مزنوق في فستان؟ كنت لبستك واحد من بتوعي. طب اعمل لنا بقى واحد يا رقصوص، خليه يطري على قلبنا. لا صبيلي انا تمر هندي. ايه الخفة دي؟ قال يا لابسين يكفيكوا شر القلعين. هو انت حد جاي جنبك يا واد يا ابو جيبة فوق الركبة انت؟ انتوا جايين تعملوا ايه هنا؟ فاكرين كده هتضغطوا عليا عشان العبكم معايا؟ الله، هو انت ليه يا مازو فاكر نفسك محور الكون؟ احنا جايين نلعب تنس. تنس ايه انت حوله؟ انت جايه تلعبي تنس بمضرب راكت؟ نفس الكوره على فكره. شويكار، انت علاقتك بالتنس اضعف من علاقه سعدون بالغنى. يعني محترفه جدا. فكك منهم يا مازو بيه، وتعالى نشوف احنا جايين نعمل ايه ونعمله. انا ابتديت ابرد وابتدى سرسوب الهواء يخش من حتتي انا عمري ما حسيت بيها قبل كده. غربه وغرابه، انت بقى انا عامل لك مفاجاه ولا اروع. احنا الحمد لله قدرنا نصورك بالجيبه الجميله دي، وقدرنا برضو ننزلها على سايت السعيد اليوم عشان بابا وماما وخالته مخمر يتفرجوا عليك بالجيبه. مدرسه الاورمان الثانويه بنات. يس مستر. زحليقه. يا فضيحتك يا غريب، يا فضيحتك يا غريب في جيبي. نزلت على النت خدت لي كام ديسلايك انا لحد دلوقتي. انت اصلا ديسلايك ماشي على الارض. يلا 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 هتعدي. نروح عادي ولا توقف تاكسي؟ بقول لك يا مستر وسيم، احنا بقالنا فتره ماشيين، هي فين السفاره دي ولا عدت؟ لا ما عدتش. لا والله عدت. ما عدتش يا جميل، بقول لك هم بيقولوا انها في نص الشارع بالظبط. نص الشارع بالظبط. طب بقول لك ايه؟ ما نسال الراجل الكبير اللي قاعد هنا ده. تعال الرقص. ايوه. السلام عليكم يا حاج، هي سفاره جنبي يا فين؟ نحن نريد ان ندخلها. ويلكم تو ايجيبت. ويلكم تو ايجيبت. سيدي ربنا يخليك. السفاره فين بجد؟ اهي. طب معلش، هو انتوا ما خلصتوش ليه تشطيب؟ انتوا بتقسطوا زينا ولا ايه؟ ولا ده اكستنشن للسفاره؟ لا لا، الاكستنشن ده اللي بيتركب في الشعر. ايوه صح. يعني ايه؟ يعني السفاره مش في العماره؟ لا كده كراكون في الشارع. فين السفاره؟ هي دي السفاره. ده انا افتكرتكم جايين من البلد، قلت فورجت. كان في بقى المندوب بتاعهم اللي انا عارفه، هنا مفيش غيري واحد بس بيقضي لهم مصالحهم. ساعات بيجي من وقت للتاني نشرب كوبايتين شاي مع بعض. طب بقول لك ايه، نلاقي الراجل ده فين دلوقتي؟ الراجل ده مشي بقاله ساعتين عشان يحضر اجتماع. بس ده طالع من بدري قوي ليه؟ ايوه، ما احنا ما معناش فلوس، فهو قال لك ياخدها مشي عشان يلحق الميعاد. حول ولا قوه. طب هو مشي كده ولا كده؟ كده. وداع يا دنيا وداع،
علي اللي معوي ما كملي شيء. It's okay. ده فولكلور اسكتلندي عشان الخواجه ينبسط. تعال ارقص يا خواجه. اوكي. Hey! وداع يا دنيا وداع، على اللي معوي ما كملي شيء. الحياه او ايه. يلا يا خواجه. يلا. نتمنى لك يعني كل الهابينس في مصر، واشرب مشروبك باللي ريقك يا خواجه. Thank you very much. حطيت الزفت؟ حطيت. نعم. نشوف. اشرب باللي ريقك. اشرب، ما حدش واخد منها حاجه. درينك. اوه ايه ده؟ سو سوري سو سوري والله يا حاج اسكتلندا، هجيب لك واحد غير. تجيبي ايه؟ سيبي لي الراجل. I'm good. لا 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 والله ابدا، عليا الطلاق بالثلاثه، لازم اجيب لك واحد غيره. It's okay madam I'm fine. ما خلاص بقى، الراجل قال لي كان فاين. اوعي بقى. لا مش هيحصل ابدا. سيبيه. سكرنا يا بنت زيك. يا لهوي، ما انت هتروح مني شويه ميه يا ناس. لا لا، ميه ايه؟ انا عايزه من البتاع الاحمر ده. ما انت ما بتشربش غير عصير. معلش يا خواجه والنبي، لحظه الاوليه هتروح مننا. معلش احنا اسفين. كلك ذوق. اوكي مان. جود باي. شممتنا هتنام بس. عملتوها؟ فاكرني كده هسيبه؟ ماشي. تصبح على خير يا حماد. هننيمها فين دلوقتي دي؟ نايمها في العربيه. ماشي. يلا بينا. خلاص هانت يا مستر وسيم. مش قادر مش قادر. لا شد شويه شد شويه، الله يخليك. ايه اهو لقيته لقيته. شد يلا يلا. مش قادر مش قادر يا جميل. بقول لك ايه، سيبك منه، هو اصلا هيموت من الحر قبل ما يوصل الاجتماع ده. ده انت اللي شكلك هتموت من المشي والله، وانا مش عارفك. شد خلاص، فاضل خطوه خطوه يا صاحب الخطوه. شد افريقي افريقي. اهو اهو. ماما ماي ماما ماي ماما ماي. معقوله يعني سياده المندوب ماشي بنفسه في الشارع كده عادي؟ ايه ده، انتوا يعرفني؟ طبعا اعرفك. يعني هي جنبي يا مشهوره بايه بذمتك؟ ها مشهوره بايه؟ ايه بايه؟ ايه 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 جميل. إيه مشهوره طبعا بالموز وبحضرتك طبعا. هو طبعا اشهر من الموز. بس ايه التواضع اللي انت فيه؟ ماشي كده عادي زينا. ايه التواضع ده؟ تواضع ايه؟ انا متكبر جدا في الحقيقه، بس بلد مش فيه فلوس جيب حارس واحد، انا اصرف على نفسه من جيبه. طب انت ليه مش بتكلمهم في البلد يبعتوا لك الميزانيه يعني يمكن؟ ما فيش فلوس جيب ميزانيه جيب تليفون اكلمهم. فيش فلوس بات في حته، انا ممكن نام على رصيف عادي، بس النهارده في مؤتمر انا اروح بات هناك. احنا اخواتك من نيجيريا. من غانا. احنا اخواتك من نيجيريا. من وقرر... غانا. انا بحب غانا. انا من نيجيريا وهو من غانا. خلاص تمام. من نيجيريا. من نيجيريا. تعرف واحد اسمه سكونونو مهلبه؟ ده حبيبي جدا. بينه وبينه عركه. طب ايه رايك بقى، انا هجيب لك حقك منه، وهجيب لك حته تنام فيها وتاكل وكل حاجه وتشرب كمان. نام على سرير لوحدي. طبعا. علم لايا. والله العظيم علم لايا. انا عاوز كابينيه. وهجيب لك كابينيه يا سيدي. انا عاوز حقي من سكونونو. يا اخي تعالى معانا بقى، ده انت ثقيل قوي. المندوب الصيني مستر تشينج تشينج تشينج. ها اسمه ايه؟ ما هو ده اسمه يا ابني. ده انا فاكرك خبطت في الترابزين. لا هو اسمه تشينج وابوه اسمه تشينج وجده اسمه تشينج. طب هات ابص شويه. ايه انا سيفون الشركه. الغريب بقى غريب ان المعلومات اللي عندي بتقول ان المندوب الصيني ده اهم مندوب فيهم، وهو اللي ممشي كلمته على باقي المناديب. طبعا اهم مندوب من كتر ما هو بيندب ليل ونهار. رغم كده مفيش حواليه اي حراسات ولا جردات، شكله كيوت قوي. يبقى ده لقطه، احنا نروح نكبس عليه ونظرفه نص، نجيب دماغه دي على الارض ونكومه ونحطه في العربيه. لا ده مش هيستحمل كل ده، احنا بس نبرق له وهو هيطب سافت. يلا بينا. مستر تشينج تشينج تشينج. اتفضل معانا من غير شوشره. كام وذ اس. من غير شوشره. بخايس هو بخايس خايينجي. يقول لك انه لا يتحدث الانجليزي. وجه اخويا شو خاين. يقول لك انت حمار يا اخي، انا ما بتكلمش الا صيني. طب ايه ده؟ انت عرفت هو بيقول ازاي؟ ماني معايا صيني. انت معاك صيني؟ ايوه ماني كنت ماسك في السفاره الصينيه. انت يا غريب كنت ماسك في السفاره الصينيه؟ ايوه. كنت ماسك ايه في السفاره الصينيه؟ مدخل السفاره بواب يا سيمازو فيه. خلاص خلاص مش عايز اسمع سيرتك الذاتيه انا. قول له يجي معانا يلا. بيغريجي فغور بوتيلو. خواين مستر تشينج 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 خواين. ولاي جولي ناني شوكاي خواي. وحيات امك. حاضر. بيقولوا ايه؟ ترجم. قالت له هيا لنصطحبك الى المؤتمر. قال لها هيا بنا. امال ياد يا سعدون الحرفانه دي كانت فين وانت معايا؟ ياد يا سعدون حاف كده
يلا الله يسهل لك، سعدون مش هيلعب، هزحمه وينام. يلا صاحبك ده يا سعدوني. اه مونديال، هو انا اعرف برضو الملامح المتسخه دي؟ لا طبعا. زومبا زومبا غريزي زومبا. شيل شنطه. وبعدين بقى محاورين يا كيكا اللي احنا قاعدين بنلعبها دي. انا عندي فكره. بقول لك ايه، ما توقف لنا تاكس. يعني برضو اللي وقف التاكس السيفون. ايوه صح، يعني السيفون تاكس. رجب. ايوه يا مساكر. مستر ميرفي هيقعد في انضف اوضه في الفندق عندنا، اوضه 14 اللي هي في الدور الثاني جنب السلم. ايوه عارفها. ورايا يا مستر وسيم، ما تتبناها احسن. يلا يابا ورانا لسه طويله عريضه. طيب حاضر يا جميل، واي حاجه يطلبها، اي حاجه تيجي له على الاوضه على طول. ماشي. استغفر الله العظيم يا رب. ايه انا مش رايح مؤتمر خالص النهارده، انا نام هنا، كل هنا، بابا هنا، ماما هنا، موت هنا حبيبي. انا موت هنا. انا بابا وانا ماما مش عارفين. اسمع عاد رجب، اول ما يخش الاوضه وتتاكد ان هو نام اقفل الاوضه بالمفتاح وابلع المفتاح. ابلعه بس. ماشي يلا.